السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع ميس سماحة على قناة تراست. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Today it's math time. النهارده فيديو الماس، عندنا درس مهم جدا وخطير كالعادة للتنس والوانس. التنس وايه حكاية الوانس هنتعرف عليهم دلوقتي وهنعرف ايه حكايتهم من خلال التو هاوسز اللي احنا رسمينهم دول. عندنا البيتين الحلوين دول، واحد صغير والتاني كبير، كل واحد فيهم بيعبر عن الكلمة اللي فوقيه. لو مسكنا الكلمة الأولانية the first word عبارة عن إيه؟ اسمها once. Once. Once معناها إيه؟ Once معناها أحد. Once معناها إيه؟ Once معناها أحد. Tens معناها عشرات. طيب إيه بقى حكاية الونس وإيه حكاية التنس وأعرف أفرق بينهم إزاي مش سماح؟ بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أول حاجة خد بالك إن أنا لما جيت كتبت كلمة ونس تحت البيت رسمت بيت صغير. ليه بقى يا مش سماح بنرسم بيت صغير؟ لأن الونس بتعبر عن العدد الصغير اللي لما بيدخل البيت بتاعه بيخرج زي ما هو. يعني إيه الكلام ده يا مش سماح؟ يعني أنا لو جيت كتبت عندي هنا أي نمبر، طيب كتبت عندي مثلا 2 ودخلتها لبيت الونس، يا ترى تخرج ايه؟ تخرج زي ما هي ولا تخرج حاجة تانية؟ لا، هتخش جوه البيت وتفضل قاعدة وتنها، تفضل زي ما هي 2. خلاص، لو انا جيت دخلت قعدت جوه البيت نمبر 3 هيخرج زي ما هو 3 ولا يتحول لحاجة تانية؟ لا، هيخرج زي ما هو 3. نفس الحكاية اي نمبر بقى، لو انا كتبت مثلا 4 هيخرج زي ما هو 4 لانه قعد في البيت بتاع الونس. يبقى الونس عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان النمبر بيتكتب زي ما هو، وكمان مش بس كده بيفضل زي ما هو، لأ ده انا كمان بانطقه زي ما هو. الريدنج بتاعه او القراءة بتاعته بتفضل زي ما هو، 2 بفضل زي ما انا قرأ 2، 3 هي 3، 4 هي 4، مش بقراها حاجة تانية. اما الفاليو بتاعتها او القيمة بتاعتها اللي احنا لسه هنوصل لها دلوقتي بتخش جوه البيت وتفضل زي ما هي بنفس the same number او نفس العدد ال 2 still 2 تفضل زي ما هي 2. نفس الحكاية 3 هتفضل زي ما هي 3، وال 4 كمان still 4 زي ما هي، مش هتتغير خالص. ده بالنسبة للونس في البيت، انه في البيت الصغير. نيجي بقى للتنس، والتنس معناها عشرات وجاية من التن او العشرة. وخد بالك ان التن بتتكتب ازاي، بنكتب نمبر تن ازاي؟ طبعا ادي التن سهلة جدا وبسيطة وعارفينها. خلاص، طبعا لما بنيجي when we write any numbers tens اي عدد عشرات، طبعا بنعمل ايه؟ we put zero in front of this number. كل عدد دخل في بيت الونس وقعد جواه فضل زي ما هو ولا تحول لعدد تاني؟ فضل زي ما هو. لما جيت قريته هقراه زي ما هو ولا بقراه حاجة تانية؟ لا، مش بنطقه حاجة تانية، انا بنطقه زي ما هو. تعالى بقى نشوف التنس او العشرات اللي بتحب الزيرو، بحط زيرو جنب اي عدد بيكتب فيه بيت التنس. طبعا هنا يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جيت حطيت التو دخلتها قعدت في بيت التنس هتتحول لي ها لتويني. سمع حد بيقول لي ايوه يا مس سماح، هتتحول لي تويني علشان هي قعدت في بيت التنس او في بيت العشرات، وحطينا جنبها الزيرو بتاع التن فوق اهو. الزيرو بتاع التن ده كريم جدا، بيعزم على اي حد يخش بيت العشرات بيت التنس، يقول له تعالى خد الزيرو بتاعي وحطه جنبك. والثري دخلت بيت التنس يا مس سماح، تفضل ثري؟ لا، دي تنس، يعني بتحب الزيرو، هتتحول لايه؟ هتتحول لثري. يعني الفور لو دخلت بيت التنس تفضل فور؟ لا، هتتحول، ايوه سامع حد بيقول يا مس سماح، خلاص عرفنا، هتتحول لفورتي، لان اللي بيدخل بيت التنس بنحط جنبه زيرو، لان التنس معناها عشرات فبنحط جنبها زيرو بتاعت التن. خلاص، دي مقارنة كومبيرنج سريعة كده ما بين الونس والتنس، فهمنا مفهوم كل واحدة فيهم ومعنى كل واحدة فيهم. نيجي بقى ده بيدخلني بيخرجني من البيوت بتاعتي بتاعت الونس والتنس، ويدخلني في حاجة مهمة جدا اسمها الفاليو، ذا فاليو او ذا بليس فاليو، القيمة او القيمة والقيمة المكانية للعدد. يعني القيمة العددية، فاليو معناها قيمة، فاليو معناها قيمة، ذا بليس فاليو معناها القيمة المكانية، بليس معناها مكان. طيب دلوقتي انا بفرق ما بين الاثنين ازاي يا ميس سامح؟ انا خلاص عرفت يعني ايه وانس وعرفت يعني ايه تنس، طب افرق ما بين الفاليو والبليس فاليو وذا بليس فاليو ازاي يا ميس سامح؟ اول حاجه، حاجه بسيطه جدا، ذا بليس فاليو لو اتكلمنا عنها الاول هي كلمه كبيره، هي زي ما انت شايف عباره عن كلمتين جنب بعض، تو ووردز اهم، بليس وكلمه فاليو يعني القيمه المكانيه، لسه قايلين بليس يعني مكان. والقيمه المكانيه او ذا بليس فاليو بيحب ايه؟ بيحب الورد او بيحب الكلمه. شوف انا هطلع بليس معناها مكان، فين الاماكن اللي انا رسمتها؟ رسمت اهو تو هاوسز او بيتين اهمن فوق البيوت، لو بصيت من فوق هلاقي على سطح البيت اهو مكتوب كلمه وانس هناك ومكتوب
كلمة تنس هناك، وهي دي البليسز بتاعتي أو الأماكن بتاعتي. يبقى البليس عبارة عن كلمة وانس وتنس. البليس معناه إيه؟ معناه كلمة وانس وتنس، لأن ده هو المكان اللي أنا لسه رسماه دلوقتي، اللي هي أماكن البيوت بتاعتي. خلاص، يبقى أول ما أشوف كلمة place يا حبايبي أعرف إن هو عايز مني إيه؟ عايز مني أكتب له الكلمة the word once or tense، خلاص على حسب اللي هنقوله دلوقتي. طيب لو شفت كلمة value بس اللي هي القيمة، معناها إيه؟ value معناها قيمة. طيب أنا عايز أعرف the value of the إيه؟ of the number، يبقى قيمة العدد. قيمة العدد يبقى الإيكوال بتاعي بيديني إيه؟ بيديني number. يبقى الفاليو يعني أنا بتكلم في هكتب number، الإيكوال بتاعي أو الريزلت الناتج بتاعي هيكون عبارة عن number مش كلمة زي place value. تعالوا بقى نطبق ده على النمبرز اللي قدامنا دي. طبعا لازم يتعلم يا ماما يقرا الارقام. هاو كان رايد، هاو كان ريد ذيس نمبرز. ها مين هيقرا معايا الارقام دي؟ احنا طبعا متعودين بنقرا من الرايت ولا الليفت؟ لا طبعا بنقرا من على ايدينا الشمال اهو. 25 25. ذا نيكست نمبر 39 39. ذا لاست نمبر نمبر 10 10. خلاص، لما نيجي نمسك النمبرز بتاعتنا دي، طبعا انا محتاج اول حاجه اكون عارف ان انا عندي هنا اتجاه بتاعي هنا رايت وهنا وهناك ليفت. رايت يمين وليفت شمال. هنا عندي the first number او العدد الاول the first number، وهناك عندي في ناحيه الليفت هو عندي the second number، العدد الاول والعدد الثاني. The first number بيعبر عن مين؟ العدد الأولاني ده بيعبر عن مين؟ بيعبر عن ال once. خلاص، يبقى the first number بيعبر عن ال once. لسه قايلين اللي بيخش بيت ال once بيخرج زي ما هو وبنطقه زي ما هو. شوف أنا نطقته إزاي أهو على إيدي اليمين. the first number هنطقه إزاي؟ 25 25. أنا نطقته 5 ولا نطقته 50؟ لا نطقته 5 أهو، اتنطق زي ما هو. وكمان على إيدي اليمين من ناحية ال right. خلاص، وكمان هو ده the first number او العدد الاول اللي هو من ناحية اليمين، يبقى ده فعلا اللي بيخش بيت ال once وبيتنطق زي ما هو. يبقى ده عندي فين؟ ال place value بتاعته هي ال once. هي ايه يا حبيبي؟ هي ال once. لسه قايلين ان ال place value بتعبر عن المكان اللي حطناهم جوه البيوت في ال once وال tense. يبقى انا عندي هنا لو اتكلمت عن ال 5 ال place value بتاعتها هي ال once. ليه؟ لان هي موجودة بقى من ناحية ال left او من ناحية الشمال. 25 نطقناها 20 او 20 نطقناها 20 20 20. ايه ده، هي مش مكتوبه 2؟ اه لكن نطقناها حاجه تانية، نطقناها 20. برافو عليك، طالما نطقناها غير اللي مكتوب النطق غير اللي مكتوب، مكتوبه 2 ونطقناها 20 غيرت في النطق بتاعها، يبقى دي في خانه ايه او في بيت ايه؟ في بيت التنس. في بيت ايه يا حبيبي؟ في بيت التنس. شوف اهي هي موجودة في الاتجاه الليفت أو في الاتجاه الشمال، وده the first as a second number أهو. the first number ال 5، the second number ناحية الليفت هو ال 2. يبقى هي دي the place value بتاعتها، هي دي التنس. يعني مين هيقول لي ال place value؟ أنا بتكلم دلوقتي عن ال place value، القيمة المكانية اللي هي عبارة عن once و tense words، كلمات. لو جيت اتكلمت عن الناين هنا، البليس فاليو او القيمه المكانيه بتاعتها ايه؟ ها موجوده هي ناحيه الرايت ناحيه اليمين، ونطقتها زي ما هي 39 9 ستيل 9 اهي في النطق، لسه زي ما هي 9 ما اتغيرتش. يبقى هي فعلا في بيت مين؟ في بيت الوانس. خلاص، في بيت مين يا حبيبي؟ في بيت الوانس. نيجي عند ال 30 في بيت مين؟ 30. هي مكتوبه 3 لكن بنطقها 30. ليه 30؟ ايوه لان هي بتحب التنس، بتحب العشرات، هيتحط جنبها 0 يبقى اتنطقت 30. يبقى هي في بيت مين؟ في بيت التنس. ذا لاست وان، اخر واحده عندي هنا ال 10. لو مسكت ال 0 انا عندي كام تنس هنا؟ عندي 1 10 بس 10 واحده. لو جيت اتكلمت عن ال 0 اهو 0 زي ما هو، وكمان موجود في ناحيه الرايت او من ناحيه اليمين، هيخش 0 ويفضل 0 زي ما هو لان هو في بيت مين؟ ها ذا فيرست نمبر، العدد الاول اهو في بيت ال 1. اما ال 1 في بيت ال 10، ذا سكند نمبر في ناحيه الليفت الشمال، يبقى في بيت مين؟ ذا بليس فاليو از ها 10. يعني لو جيت اتكلمت عن the value of the number 5، لو جيت اتكلمت عن الفاليو بتاعت number 5، ها الفاليو بقى يعني ايه؟ الفاليو يعني القيمة اللي هي بتديني number، بتديني عدد. خلاص، قيمة ال 5 هنا كام؟ طبعا انا لما بتكلم على هي في الوانس في الاحاد، عرفت منين يا ميس سماح ان هي في الوانس؟ لان هي the first number وموجود في ناحية الرايت، يبقى هتفضل زي ما هي 5.
خلاص انا بتكلم على الفاليو اللي بتحب النمبر او العدد، فبكتبها ايه؟ بكتبها ده ديجيت نمبر او عدد اهو بالارقام، بيفضل زي ما هو 5. نيجي نتكلم على ال2، انا نطقتها 2، لا نطقتها 20، 20 يبقى بكتبها في الفاليو بتاعتها 20 او 20، خلاص لان انا نطقتها 20 اللي بنطقه بكتبه في الفاليو اللي بنطقه بكتبه. 25 بكتبها 20 في الفاليو، 5 زي ما هي لان هي اتنطقت 5. نيجي لل39، لو بصينا لل30 الفاليو بتاعتها ايه؟ هتديني عدد اهو ان هو ال30، اما الفاليو بتاعت ال9 هي ال9 زي ما هي. ال1 هنا الفاليو بتاعتها طبعا 10 لان هي موجوده في البليس فاليو بتاعتها موجوده في التنس، فالفاليو بتاعتها هتبقى عباره عن نمبر اللي هو العدد هيبقى عباره عن 10. نيجي لل0 هو موجود فين؟ البليس فاليو بتاعته مين؟ البليس فاليو بتاعته 1، فالفاليو بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى طبعا ال1 بيفضل زي ما هو، هتفضل زي ما هي 0. تعالوا بقى نكمل مع بعض التمارين كده. بيقول لي complete the table، اكمل الجدول. the number مديني هنا ارقام معينه ومحتاج مني the place value القيمه المكانيه و the value. خلاص عرفنا the place value لو لما يكون عندي النمبر in right في ناحيه اليمين هو ده ال ones الاحاد، لما يكون عندي in the left the second number هو ده ال tens، طبعا هنا ال six the first number من ناحيه ال right بتاعت من ناحيه اليمين على ايدي اليمين اهو the first number العدد الاول، فده طبعا بيكون ال ones. 48 طبعا ال 40 هنا، ال 4 هنا البليس فاليو بتاعتها وانس اهو ذا سكند نمبر. 51 اهو ال 5 هنا ذا سكند نمبر، فطبعا البليس فاليو بتاعتها هتكون تنس. 93 ال 3 هنا ذا فيرست نمبر، هتكون البليس فاليو بتاعتها الوانس. نيجي بقى هنا محتاج ذا فاليو، طبعا هنا ذا بليس فاليو انا كنت بكتب وورد كلمه، هنا ذا فاليو بكتب ذا نمبر ان ديجيت او في صيغه عدد، انا محتاج عدد او رقم. 26 هنا ال 6 الفاليو بتاعتها عباره عن ها في طبعا هنا موجوده في الوانس، فطبعا كل بيدخل بيت الوان بيخرج زي ما هو لسه قايلين في البيت بتاعها، فطبعا ال6 هتبقى زي ما هي 6. 48 طبعا انا بنطقها 40 بكتبها 40 في الفاليو 4، وطبعا in front of 8 بكتب 0 جنبها طبعا 0. 51 طبعا الفاليو هنا 50. 93 الفاليو هنا 3 زي ما هي. خلاص نيجي عندنا هنا بيقول لي circle the value of the circled digit، هنا طبعا حاطط لي يعني معنى السؤال ان هو حاطط لي دايره حوالين العدد، ومحتاج ان انا اختار الفاليو من خلال الاختيارين اللي عندي دول التو نمبرز دول. ال 56 هنا الفاليو بتاعتها 60 or 6، ها 56 انا بنطقها 6 في الوانس طبعا موجوده عندي، فطبعا بتتكتب وبتتنطق زي ما هي 6، يبقى بختار طبعا ال 6. 34 شوف انا بقول 30 اهي 30 هنا ان 10 اللي بتحب الزيرو بتاع ال10، فطبعا هنا 30 اهي نطقناها 30. 29 طبعا نطقناها 9 في الوانس فهنختار ال9 ده الفاليو بتاعتها. complete the place value of the digit number 4، انا محتاج حطيت لي هنا to practice او قوسين كده على number 4 ومحتاج ان انا اعرف الفاليو بتاعتي. complete the place value عايز البليس فاليو، عايز القيمه المكانيه اللي هي عباره عن 10 و 1 بالكلمات طبعا. number 4 انا بركز على number 4 اللي هو كاتبه لي. 41 هنا ال 40 فين؟ ال 40 طبعا البليس فاليو بتاعتها هي ال 10، بنطقها 40 في the second number العدد الثاني. 34 طبعا ال 4 هنا the first number هتكون once. 64 طبعا ال 4 هنا هتكون برضو نفس الحكاية the first number في once. 42 هنا the second number يبقى هنا in tens او في العشرات. خلاص 42 نطقتها 40. في عندي بقى ايه اسئله بعد كده مهمه برضو، هنا بيقول لي كومبليت، السؤال ده مهم جدا خلي بالك منه وخطير. بيقول لي كومبليت ال 2 tens هنا equal what؟ التو تنس ايكوال وات. طب انا اعرف منين يا مس سماح؟ خلي بالك احنا هنعرف، احنا لسه قايلين ولسه شارحين، بس هي فكره ان انا اتنوع في الاسئله بتاعتي ما عنديش مشكله طالما انا فهمت ايه المعلومه نفسها. يعني مثلا هنا بيقول لي تو تنس، تو تنس اول ما بشوف كلمه تنس طبعا موجوده جنب النمبر بتاعي يعني البليس فاليو بتاعتي مكتوبه، بخبيها كده اهو بمنتهى البساطه وبعوض عنها بالزيرو بتاع التنس. لسه قايلين التو هتخش بيت التنس تطلع، ها تطلع 20 اهو مفيش مشكله خالص، يبقى شلنا كلمه التنس وعوضنا مكانها بالزيرو والتو نزلت زي ما هي اهو، حطينا ليه من السماح زيرو عشان مكتوب تنس والتنس بتحب الزيرو. عندي 4 تنس اهو، بكتب الفور زي ما هي، اشيل التنس احط مكانها ايه؟ احط مكانها الزيرو بتاعها، بقيت 40 مش كده؟ يبقى ال 4 tens عباره عن ايه؟ 4 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 وكل واحده فيهم equals what؟
equals 10. يعني لو 5 once ها 4 5 احد 5 once. طبعا احنا قلنا ال once بتفضل زي ما هي طالما دخلت بيت ال once. عندي هنا بقى مسألة بلس ما خافش منها خالص، بالراحة خالص اهو. انا عندي 6 لوحدها اهيا وعندي 2 tens دي مفكوكة اهي 6. طب ال 2 tens بكام؟ ال 2 tens ب 20 اهو، اكتبها فوقيها كده، شلنا ال tens وحطينا مكانها الزيرو ادي 2، يبقى انا عندي 20 بلس 6 اهو، مسألة عادية خالص ما خافش. انا لسه ما اخدتش الاديشن جمع تو نمبرز او جمع الرقمين يعني، انا لسه ما اخدتوش ولا شرحته، ولكن الموضوع بسيط وسهل. 20 in your mind 6 on my hand، وبعد after 20 هيديني ها 21 22 23 24 25 26 وبكتب هنا عادي 26. بسيطة جدا وسهلة. ال 4 tens عندي 40 لسه حالين زيها بلس 3 هيديني ها 43، كأني بعيد كتابتها من جديد. خلاص يا حبايبي، نيجي هنا بيقول لي choose the sign bigger than smaller than and equal، بيقول لي هنا بعمل comparing ما بين عدد لوحده اهو، وعندي 2 tens لسه قايلين 2 tens 2، بشيل التنس بحط مكانها الزيرو بتاعها. خلاص اتعلمنا بقى الحركة البسيطة الجميلة دي. يبقى بعمل comparing ما بين 2 numbers 20 and 6، مين الكبير؟ بق السمكة بياكل الكبير. خدنا الساينز او العلامات قبل كده، ادخل عليه لو لسه اول مرة شفنا، هتلاقي درس جميل جدا للساينز او العلامات. عندي 3 tens ها 3 tens بكام؟ 3 tens ب 30، شلنا التنس وحطينا مكانها زيرو وحطينا 3. عندي هنا 13 ما تلخبطش، مين الكبير؟ طبعا هي ال 30 is the greatest number او العدد الاكبر. نيجي هنا 5 plus 5 equals 10. عندي هنا 1 10 1 10، يعني ايه 10 واحدة اهي 1 10، كتبناها 1 10. خلاص شلنا كلمة 10 وحطينا مكانها الزيرو وسيبنا ال 1. يبقى هنا بعمل comparing ما بين 10 و 10، طبعا الساين بتاعتي هتكون equal. عندي هنا 9 tens 9 tens معناها ايه؟ اهو 9 tens معناها 90، مش كده؟ وعندي هناك الناحية التانية برضو 90 the same number، يبقى عندي هنا الساين بتاعتي equal. خلاص، ودي كانت التمارين بتاعتنا النهاردة والشرح بتاعنا للتنس والوانس. يا رب كلكم تكونوا استوعبتوها وتكونوا فهمتوها. استنونا في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. عندنا الفيديو الجاي الماس مهم جدا، الاديشن للتو نمبرز، وكمان هنشرح على فيديو اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.